إذن مشاهدينا، عودة مرة أخرى لزيارة النجم ليونيل ميسي إلى القاهرة، حيث تتواصل الاستعدادات الخاصة بهذه الزيارة. معنا لمزيد من المتابعة من فندق مينا هاوس مراسل أونلايف مينا مكرم، أيضا معنا من هناك كريستين رياض مراسلة أونلايف. أبدأ معك كريستين، وبالتأكيد هي زيارة مهمة، وبالتأكيد كل لحظة وثانية تمر على القاهرة تحمل جديدا يصاحب هذه الزيارة. كنت منذ قليل في نشرة إخبارية سابقة وضحت لنا الكثير من الاستعدادات والإجراءات الخاصة بهذه الزيارة. ما الجديد إذن هذه اللحظات؟ نعم رغدة، نتواجد الآن بجوار السجادة الحمراء التي ستستقبل عدد كبير من مدعوي حفل العشاء اليوم للاعب التاريخي والعالمي ليونيل ميسي الأرجنتيني، في حفل لترويج يعني مكافحة فيروسي حول العالم. من طبعا مصر يعني التي شهدت الكثير من التغييرات بخصوص علاج فيروسي بشكل عام في الآونة الأخيرة، طبعا أبرزها اكتشاف بعض العقارات لمعالجة فيروسي بتكلفة تصل إلى 1% من سعرها العالمي، من سعر الدواء العالمي. يوجد أيضا يعني تحضيرات خاصة باستقبال عدد كبير من الوزراء، من ضمنهم طبعا المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، و الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والمهندس شريف فتحي وزير الطيران، هذا بالإضافة إلى طبعا وزير السياحة يحيى راشد، ووزير المالية، ووزير البترول. طبعا هناك فنانين سوف تشارك بشكل خاص ومدعوي بشكل خاص في هذا الحفل، من ضمنهم طبعا الفنانة القديرة يسرى وغادة عادل، وأيضا المخرج مجدي الهواري، هذا بالإضافة إلى نجوم الكرة المصرية حازم إمام وأحمد حسام ميدو وأحمد فتحي، طبعا نجم منتخب مصر ونجم النادي الأهلي. هناك استعدادات كما ذكرت منذ قليل للحفل العشاء الذي سوف يبدأ في تمام 7:30 حسب المعلومات التي وردتنا منذ قليل. هناك تفاصيل خاصة بعرض موسيقي، هناك تحضيرات لهذا العرض داخل القاعة يمكن أن نسمعها الآن، وهناك أيضا تحضيرات خاصة بالإجراءات داخل الحفل، حفل العشاء الذي سوف يعالج 20,000 مريض مصري بهذه الحملة التي دعا إليها ليونيل ميسي من القاهرة العاصمة، عاصمة جمهورية مصر العربية. نعم.